شكرا سيد الرئيس. رغم انه المقترحات اللي تقدمت ما هيش مقترحات الحكومة، ولكن فما مشكل إجرائي في صياغة الفصول، واحنا كحكومة يعنينا انه أعمال الجلسة تتقدم، ووفق أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الطرف الوحيد اللي عنده الحق باش يقدم مقترحات في كل وقت هو الحكومة. النواب اليوم عاش عندهم إمكانية تقديم مقترحات بعد انتهاء النقاش العام. احنا المجلس صوت واختار المضمون، واحنا كديمقراطيين معناتها رغم اللي ما كانش مقترحات الحكومة قابلين، هذه الديمقراطية، هذا المجلس. المقترح اللي باش تقدم فيه الحكومة الآن ليس مقترحا في المضمون، هو ما صوت عليه المجلس سنقدمه في صيغة إذا وافقت عليها الجلسة العامة تعتبر موافقة على هذا المقترح وإلغاء للمقترحين السابقين. سيد الوزير، سيد الوزير، توا احنا كاين الماء، كاين نطلعوا في الماء للصعدة. إذا كان عندك مقترح بينك وبين اللجنة برا الصيغ، وأنت واللجنة واللجنة تقدموا لنا شوية بشوية. احنا نراقبوا اللجنة، أعطتنا نص متطابق وإلا ما أعطتناش نص، اللجنة ما حبش تخدم. اللجنة أنا طالب منها باستقرار الفصل كما وافقنا عليه. أنا طالب من اللجنة أن تبع على ذلك، وعنديش مقترح متاع الوزارة، من فضلك. أنا طالب من اللجنة أن تقرأ علينا النص كما صادقنا عليه أصلا وتعديلا. سيد الرئيس، اعتمادا على الفصل 121 من النظام الداخلي، اي بانقضاء بانقضاء الاجل المحدد لتقديم مقترحات تعديل، يمكن تقديم مقترحات تعديل من قبل الجهه المبادره اللي هي الحكومه. اي اليوم الحكومه تفاعلا مع اللي تم التصويت عليه من قبل في المقترح الاول والمقترح الثاني والمشكل الاجرائي ستقدم مقترح تعديل، هي صاغته ستقدمه باش نتعداو هالمشكل الاجرائي اللي احنا فيه. ايش عملنا في التصويت اللي صوتناه استاذ؟ سيد الرئيس، المقترح التعديل اللي باش تقدمه الحكومه هو اذا وافقت عليه الجلسه العامه يعتبر الغاء للتصويت. لا افهم ذلك. لا انا ما نفهمش الاجابه بالشكل هذا. انا نفهم، ما فضلكم خليني نتكلم انا وزميلي، خليني نتكلم، وافقونا عليه. سيد الرئيس، نعم سيد الرئيس، او نقرا لك اش تم في الفصل 100 تفضل. يا علاش قصان الهداري يا سي اياد؟ يا اخي بالنصوص اللي تعرفها واللي انت وافقت عليها سابقا نجم احنا نعرض صفحا عن تصويت تم من قبلنا لنحل محله مقترحا من الوزاره، هكا تعطيني تستند في ذلك؟ سيد الرئيس فضلوا، حدث سابقا انه الجلسه العامه صوتت على زوز مقترحات متناقضين. كي نلقاو نفسنا في مثل هذه الوضعيه، الجلسه العامه اللي صادقت على المقترحات هي نفسها اللي تقرر حل الاشكال. احنا اليوم في وضعيه مشابهه لهذا الوضع. المشكل هي انه مشكل صياغه. لا. المجلس عبر عن قراره وعن توجهه. هذا المقترح المقدم من الحكومه هو حل اجرائي، ليس مقترحا جديدا من الحكومه، فقط حل اجرائي للخروج من هذه المشكله. الفصل 30 يضاف بعد الفقره الثانيه من الفقره 2 مكرر من الفصل 18 من مجله الاداء للقيمه المضافه ما يلي: يتعين على الاشخاص المشار اليهم بهذه الفقره التنصيص على معرفهم الجبائي ضمن كل الوثائق المتعلقة بممارسة أعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق، ولا يمكن اعتماد الوثائق المتعلقة بممارسة أعمال الأشخاص المذكورين التي لا تتضمن المعرف الجبائي عدا الوصفات الطبية. 2 يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي: وعلى كل شخص لا يحترم مقتضيات الفقرة الثالثة
من الفقرة 2 مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعين على المؤسسات الصحية والاستشفائية التنصيص ضمن الفواتير التي تصدرها على كل العمليات المتعلقة بالخدمات الصحية والطبية وشبه الطبية المزداة من قبلها أو من قبل المتدخلين لديها لغاية إسداء هذه الخدمات، وتطبق في هذه الحالة الأحكام الجاري بها العمل المتعلقة بالخصم من المورد في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالأداء على القيمة المضافة، وكذلك الأحكام المتعلقة بالواجبات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل. 4. يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي: كما يتعين عليها أن توجه خلال 15 يوما الأولى من كل سداسية من السنة المدنية إلى مصالح الجباية المختصة قائمات اسمية حسب نموذج تعده الإدارة تتعلق بالمتعاملين معها من أصحاب المهن الحرة، وتتضمن هويتهم ومعرفهم الجباي وطبيعة معاملاتهم ومبالغها، وذلك بعنوان السداسية السابقة.